يا ابن الجزمه. معلش يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نيجي العرب من قناه نيجي. النهارده يا جماعه هنلعب لعبه سايبر هانتر. طبعا يا جماعه هلعب دول، واتمنى تستمتعوا بالفيديو. في سلاح هنا اهو، هو صاحبنا فين اصلا؟ هو ده من 130 متر. ماشي هحاول اجيله بأي، هو عمال يقتل في الناس اصلا. لا ده مش هو، مش هو. عايش عليك، قتلهم. ايه ده؟ في حد عمال يضرب، هو واقف، يبقى النت فصل عنده ازاي؟ ماشي بتطلعوها في ازاي يا كفار؟ يعني كده نشوف الخريطة بس. لا انا المفروض نمشي قدام كده. مش هسيبك يعني بعد الضرب ده كله. ايه ما بتموتش يعني؟ ايه ده؟ عايش.
ابن الجزمه. معلش يا جدعان. يا جي جي. كان ماتش حريقه اخر حته. ماشي يا جدعان، اسف ان انا شدمت دي اصلا اخر حته. ماشي، بوظ اعصابي والله الواد. ماشي، الفاظ كان من غير قصد يعني. فالمهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت يا جماعه تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. ماشي، والسلام.